إن أنا أمامكم بالشكل. إذا زينا الـ VCC بقيمة بحيث إنه يكون عندي التحيز العكسي أكبر من التحيز الأمامي، يعني قيمة الـ VCC زيدناها بحيث تكون أكبر من الـ VBV، فبالنتيجة هذا الطرف، هذا الجزء راح يكون هو ريفيرس، وهذا الجزء راح يكون هو فورورد. هذه المنطقة راح نسميها باللينيار ريجن، سبق وان ذكرنا احنا التيار وهذه المنطقة الى هذه العلاقة، يخضع الى هذه العلاقة اللي هي IC يساوي بيتا IB، يعني يكون كونستنت ويخضع لهذه العلاقة فقط باللينيار ريجن. اللينيار ريجن هي هذه المنطقة، خلونها هذه اللي مثل ما تشوفون قيمة التيار كونستنت ويخضع إلى علاقة البيتا آي بي. طبعا هذه الليفلز يعني IB1, IB2, IB3, IB4 إلى آخره، هذه إذا كل من زيد الـ VCC هنا راح يزداد قيمة الـ IC بليفل معين وهكذا، بس كلها شو تكون كونستنت. زين، هسه حالة الكاتوف، يعني لو عندي الـ IB صفر، يعني مثلا يعني هذا الجزء يكون ريفيرس، هذا الطرف يكون ريفيرس، هذا الطرف من يكون ريفيرس ايش راح يصير؟ الاي بي حتكون قيمته صفر، ما راح هنا يتولد اي بي، وبالنتيجه الاي سي راح يكون قيمته صفر. هنا بالتاكيد ريفيرس، ليش؟ لانه هنا انا عندي هو مربوط بشكل عكسي، يعني هنا السالب مع الموجب، وهنا عندي الـ VBB ماكو يعني صفر، فإيش قد ما راح أزيد بالقيمة الـ VCC هي راح تبقى تحيزها عكسي، والتيار الـ IC هنا يعني لو نجي نرجع شوية بالمحاضرة، إحنا قلنا شلون راح يتولى التيار الـ IC؟ بالبداية عندي لازم يصير عندي فورورد للإميتر بيز جونكشن، ومن راح يصير عندي فورورد راح تندفع الإلكترونات باتجاه البيز اللي هو القاعدة، ونتيجة التحام الإلكترونات مع الهو بالقاعدة راح يتولد تيار قليل اللي هو الآي بي. لكن بما إنه الآي بي صفر فمعناتها ما راح تصير هذه العملية، وبالنتيجة ما راح تعبر باقي الإلكترونات نحو الكولكتر، فبالنتيجة راح يكون الآي سي قيمته صفر. هنا أنا أمامكم الـ IC قيمته صفر، والـ IB صفر، والـ VCE تكون تساوي الـ VCC. هنا أنا هذا الجزء هو هذا الجزء هو يمثل لي منطقة الكاتوف ريجن اللي هو يكون بي تيار الـ IB قيمته صفر. هاي مثل تشوفون أمامكم هنا عندي الـ IB صفر، وهنا عندي هذا تمثل لي منطقة الكاتوف ريجن. زين، هسه عندي لو على هذه الوضعية زيادت الـ VCC اللي هي بتسوي لي ريفيرس بايس، زيدتها مقدار كبير راح يدخل الترانزستور بمنطقة الانهيار البريك داون ريجن، واللي هي هذا الجزء اللي هو داون ريجن اللي هو يحسون. هذه هي مناطق الـ saturation والـ linear والـ forward والعفو الـ cutoff. طبعاً نكرر أنه هنا يخضع التيار لهذه العلاقة بحالة linear region. هنا نكتفي بالمقابلة.
المحاضرة ونكمل إن شاء الله بالمحاضرة السابقة أي بالمحاضرة القادمة إن شاء الله. أي سؤال أو استفسار ممكن تسألون إن شاء الله أجاوب. شكرا جزيلا.